قضية استغلال الأطفال كما نراها في التسول وما إلى ذلك تتم من خلال ذويهم، من خلال الأب أو الأم. فهل هذا الأمر يدخل في إطار العنف المجتمعي الذي نسمع عنه، أم أنه قضية شغل، شغل من لا شغل له؟ كلامه صحيح جدا، فعلا هناك استغلال من قبل عائلة الطفل، مو بالضرورة إلا أبوه، قد يكون الوصي أو الولي عليه هو اللي يستغل، قد يكون عمه، جدة، خالة، أي شخص هو موجود في رعايته هذا الطفل، قد يقوم هو نفسه باستغلاله. وعندنا حالات سجلت بشأن استغلال ذول الأطفال من قبل ذويهم. هناك من يبيع أطفاله، هسه لو على شغلة استغلاله في التسول كان تهون، لكن هناك مشكلة أكبر، هناك من يبيع أطفاله إلى تجار الأعضاء البشرية وإلى تجار بالبشر، هذه مصيبة أكبر. السبب في ذلك، هناك من يوعز إنه السبب في ذلك هو الفقر والحالة الاقتصادية، أنا ما أنطي هذا السبب مطلقا. ماكو إنسان عاقل يمتلك شيء من الضمير والشرف والإنسانية يفعل هذا الفعل بأبنائه. هناك آباء إذا صح التعبير لكلمة أب، مع أني أتحفظ على توصيف الأب لأن صفة الأب صفة عظيمة جدا لا تعطى لأي شخص، هناك آباء يؤسف أنه يحملون مثل هذه الصفة يتاجرون بأبنائهم. شتى أنواع الاتجار، إحنا المشكلة ما عندنا فهم لمعنى الاتجار بالبشر. نعم. حتى البعض من قضاتنا وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 أقول لك أنه قانون شبه معطل، لأن هناك عدم معرفة من بعض القضاة بتطبيق هذا القانون. هذا كلام خطير سيدة، سيدة بشرى. نعم، هذا مو من عندي هذا الكلام، هذا مو من عندي، أنا كنت عضوة في اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر لما كنت عضوة في مفوضية حقوق الإنسان. لما صدر هذا القانون تشكلت هاي اللجنة، شاهدنا أنه ماكو تطبيق لهذا القانون، فسوينا حملة بالتوعية على هذا القانون حتى نشجع على عملية تطبيقه. التقينا حتى برئيس مجلس القضاء الأعلى في حين وقلنا له ليش هذا القانون ماذا يتطبق بالمحاكم، ولا زال إلى الآن القضاة يحكمون في هذه الجريمة، الضحية يعتبروا جاني ويحاكموا على 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 الجريمة اللي هو أمسك بشأنها، الوضع الإجرامي اللي هو أمسك بشأنه، ولكن ماذا يتطبق قانون مكافحة الاتجار بالبشر؟ قال لي وبكل صراحة أنه هناك عدم معرفة من بعض القضاة، وصلت لهاي التوصيفات من بعض هالقضاة، عدم معرفة بتطبيق هذا القانون لأنه جريمة جديدة على العراق. زائدا هناك تداخل بين هذا القانون وقوانين أخرى نافذة، فبالتالي أيهما يطبق، مع أنه هذا المسألة مسألة التداخل محلولة بالمبادئ العامة. طيب. للقانون، القانون اللاحق يعدل على القانون السابق ويفضل بالتطبيق عليه، فبفرض عن هذه حجة من القاضي لامتناع عن تطبيق هذا القانون.